السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. أول تعليق، زوجة الفنان المغربي سعد المجرد من بعد ما حكموا عليه بست سنوات بتهمة الاغتصاب. فخليكم معايا أخوتي باش تسمعوا شنو قالت وتشوفوا شنو نزلات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام في يوم عيد المرأة 8 مارس. وبهاد المناسبة كنتمنى لجميع النساء عيد سعيد وكل عام هما بألف خير. فغيسة العلاكي نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتقول فيه: السبب الوحيد الذي يجعلني أسمي نفسي قوية اليوم لأن لدي رجل مثلك يحبني ويعتني بي. كان اختياري قضاء بقية حياتي معك هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق. أنت سعادتي الأبدية، مكاني السعيد دائما وإلى الأبد. كتفي لأكتكئ عليها كل شيء. اليوم هو يوم المرأة، لذا أود أن أتوقف لحظة لأشكر الرجل الذي يجعلني أشعر بالحب والحماية والاعتزاز والاحترام المطلوب والتقدير، والأسعد منهم جميعا. شكرا لك على إعطاء الجنة على الأرض. شكرا لك على كونك نعمة في حياتي. كونك في حبك يجعل كل يوم يستحق القتال من أجله. في صحتك حب حياتي سعد المجرد. فكانت أخوتي هذه التدوينة ديال زوجة الفنان المغربي سعد المجرد غيثة العلاكي في يوم عيد المرأة، واللي خلقت ضجة كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي، وكل شيء بارطاجا هاد ستوري ديالها وتفاعل معها بالتعاليق وكيدعو معها الناس. فالله يكون معها والله يسمعهم خبر الخير، وإن شاء الله نسمعوا شي خبر زوينة في الاستئناف. فالله يفرج عليه والله يكون معاه. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.